بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم سوء الحساب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وأقاموا الصلاة وأنفقوا
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلق من سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق قال من يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا قل إن الله يضل من يشاء
شاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا لولا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي
قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ.